أقامت بلدية الكويت ورشة عمل خاصة بإدارة النفايات الصلبة بحضور مدير عام البلدية والوكلاء المساعدين وعدد من المهتمين في هذا المجال. الورشة التي أقيمت بحضور وفد من اليابان في إطار تفعيل مذكرة التفاهم بين الدولتين في مجال إعادة تدوير النفايات الصلبة، أكد خلالها المدير العام لبلدية الكويت أحمد المنفوحي أن مشروع معالجة النفايات البلدية الصلبة سيكون قادرا على التخلص من 50% من إجمالي النفايات الناتجة حاليا في دولة الكويت. الأرقام البيئية إن إحنا في دولة الكويت يعني مرتفعة قليلا عن المعدل العالمي، وأيضا نظرا يعني كثير من الأمور صار في بعض النفايات قد تكون مضرة أكثر من قبل، يعني في بعض النفايات قد تكون ضارة للبيئة ولها أيضا مضار على صحة الإنسان. تزامنا مع احتفالات البلاد بالأعياد الوطنية، نظم فريق إكسبو 965 احتفالية في مجمع سيتي سنتر بمشاركة واسعة من المواطنين والمقيمين، وأكد المشاركون على أهمية الاحتفال بالأعياد الوطنية وترسيخ قيم الولاء والانتماء في نفوس الناشئة والشباب. وشهدت الاحتفالية مشاركة لافتة لكوكبة من هواة الطيور، كما أقيم على هامش الفعالية معرضا للسيارات القديمة والكلاسيكية. احنا اليوم متواجدين هنا مع اخواننا جروب اكسبو 965 في هذه الفعاليه، ولله الحمد قاعد اشوف تفاعل الجمهور مع الطيور ومع الانتيكات اللي موجودين والسيارات القديمه وكل ما هو متواجد هنا في خدمه الجمهور لادخال البهجه والفرحه في قلوبهم بمناسبه فرحتنا في اعياد الكويت، والله يديم هذه الفرحه علينا. الفريق مشارك في سيتي سنتر في مهرجان هذا فبراير، مشاركين بسيارات كلاسيك منوعة طبعا، منها فئة الميني وفئة الفلوكس وفئة الامريكي الكلاسيك وفئة السبورت. وطبعا انا اكلمكم عن الفريق شوي، الفريق طبعا له مشاركات داخل الكويت وبرا الكويت.